مرحبا. باليوم العالمي للمرأة تحية من في أمل لكل امرأة مناضلة ومقاومة بهالظروف الصعبة، لكل امرأة بالرغم من كل شيء عم بتربي ولادها على حب الوطن، لكل امرأة عم تمسح دموعها بالخفة وتنشر ابتسامتها وعطرها الحلو لكل يلي حواليها، لكل امرأة عم تنجح وتبرع وتتعب ببيتها وبشغلها، والأهم تحية لكل امرأة مصرة تكون النور بعتمة هالزمن وتخلق ابتكارات ومشاريع ومبادرات تتفيد مجتمعها. من بين هالنساء اليوم معنا دكتور مروة الزين يلي عم تنشر أمل لمرضى الكلى. أهلا وسهلا فيك دكتور مروة بأم تي في لايف. بدنا نقول لك ينعاد عليك بيوم المرأة العالمي، ينعاد على كل النساء اللبنانيات وبالعالم، وبدنا نقول انه انت معنا اليوم لانك امراه ناجحه ومميزه وعم تنشري امل من خلال الابتكار الاخير يلي عملتوه لمرضى الكلى، ومعك رح نقول اكيد في امل. في امل. في امل. خبرينا عن هالابتكار فلتر حيوي خلقتوه كفريق عمل، يمكن خلينا نقول هو ثوره بعالم الطب. زدتوه على ابتكار الكلى الصناعيه يلي كان لهم اكثر من 10 سنين عم يشتغلوا عليها. خبرينا مين فريق العمل، كيف اشتغلتوا على الموضوع، وشو هو هالفلتر تحديدا؟ نحن اليوم كنا فريق لبناني بحت، اشتغلنا على الفلتر تبع الكليه الاصطناعيه اللي هي كانت اوريدي صارت استابليشت من بعد شغل سنوات قام فيها كذا حدا من كذا بلد، صار في عندنا كذا بروتوتايب للكليه الاصطناعيه، ولكن المعادله كانت دائما هي الفلتر يلي قادر يقوم بالمشاكل بالقصص اللي بتعملهم الكليه الطبيعيه من فلتريشن من اكسكريشن من يورين فورميشن. هيدي كانت المعادله يلي كل هالسنين كان الشغل ورا اذا بدك الطريقه الانسب لنقدر نوصل لل perfection بهيدي الكلية الاصطناعية تكون بتشبه الكلية الطبيعية، وهذا الشيء اللي تمكننا انه نعمله عبر عزل خلايا مأخوذين من كلية طبيعية بالاضافة لخلايا مأخوذين من جسم المريض نفسه اللي عم يتلقى الكلية لتقدر تحتوي هول الخلايا وتحميهم لما يتعرض لهم جهاز المناعة، وتمكننا بهالحالة انه نحط هول الخلايا بانفايرمنت ملائم يقدر يقوموا بالوظيفة كأنها كلية طبيعية. يعني اليوم عم نحكي عن هيدا الفلتر لازم ينزرع بكلية المريض مريض الكلى؟ لا، هو البيشنت بهيدا الكيس بتكون الكليته ما بقى اصلا موجوده، يعني هو اساسا بتعرف نورمالي ببلشوا دياليسز، بعد فتره كل بيشنت بيوصل لمطرح ايفنشلي بصير بده ينبش على كليه جديده يحطها، وهون ببلش الـ يعني الصراع ليقدر يلاقي كليه كومباتبل مع جسمه، ان كان من ناحيه متبرع وتكون شوي اذا بدك بتشبه خلايا جسمه لحتى جهاز المناعه ما كثير يعمل لها اتاك، واكيد من بعدها إذا لقى، بتعرفي عنا نحن تقريبا 13 شخص بيموت كل يوم ناطر كلية، فإذا رجع لقى هيدي الكلية بده ياخذ دواء لحتى يوطي له المناعة بهيدي الفترة ليضل متقبلها. اكزاكتلي. سو نحن بهيدي الكيس عم نختصر هيدي البروسيجر، صار ما بقى مضطر ينبش على كلية كومباتبل، ما معناتها نحن ما بدنا كلية بديلة، ولكن اليوم بدل ما الاقي كلية وحدة اعطيها لبيشنت واحد، صرت قادرة اجيب كلية وحدة اقدر اعطيها من 80 ل 90 شخص، يعني الكلية وحدة قادرة تعطيني 80 ل 90 كلية اصطناعية، ومش بس هيك جهاز المناعة ما حيكون عنده مشكل مع الموضوع، يعني حتى البيشنت منه مضطر ياخذ دواء ليوطي له المناعه. لانه عم تاخذي اصلا خلايا من هالمريض بحد ذاته. عم باخذ خلايا من المريض يلي هي بتحمي خلايا الكليه اللي حطيتهم بقلبها، يعني انا عندي نوعين من الخلايا، نوع ماخوذ من البيشنت نفسه يلي هي اذا بدك بتغلف الخلايا الكليه الطبيعيه اللي اخذينها من حدا سليم. فعندي نوعين. يعني اليوم عم نحكي هيدا الاختراع من شباب وصبايا لبنانيين اكيد حكمة قادر يغني مريض الكلى عن غسيل الكلى، عن غسيل الكلى، عن الادويه يلي نورمالي بياخذوها كمان على البيشنتس ان كان قبل ما ياخذوا زرع كليه ثانيه او يلي بياخذوها عاده ديورينج دياليسز، هدول كلهم هوفلي الامل انه يتوقفوا كلهم. يتوقفوا، يعني نحن اليوم نعرف انه مرضى الكلى للاسف يعني عم بيعانوا من وقت، لانه عم بيحطوا وقت ليروحوا يغسلوا كلاوي مرتين ثلاثه بالجمعه، في منهم اكثر، عم بيحطوا جهد نفسي وجسدي، عم حتى غسيل الكلى عم بيأثر عليهم ببعدين لأعظامهم لمفاصلهم، عم بيتعرضوا لمشاكل أكبر ولتعب مادي، لأنه كتير عم بيتكلفوا تيقدروا يعملوا هالغسيل بطريقة هالفلتر الحيوي. عم
تغنون عن غسيل الكلى، عم تغنون عن مثل ما قلت الأدوية، قد ايه رح تقدروا تغنون عن الموضوع المادي؟ بتعرفي نحن بعد ما وصلنا لمطرح صار عندنا البروتوتايب ريدي لحتى نقول انه صار في سعر عم ينحكى فيه او لنعرف قد ايه الكلفه معقوله تكون، بس خليني بس عقب على خبريه، نحن ما عملنا الكليه الاصطناعيه، نحن عملنا الفلتر اللي بقلبه. هي موجوده الكليه الاصطناعيه هي اذا بدك يعني ات ويل بي يعني بروديوسد بطريقه ميكانيكال اكسبت فور ذا بارت اللي نحن عملناه اللي هو الفلتر، هيدا الشيء اللي انا بقدر يمكن جاوبك على الكوست تبعه انه هو الكوست از فيري لو لنحنا نقدر نصنعه، فهوبفلي هذا حياتي امل لبعدين انه ما يكون الكوست عالي دفنتلي عالي. اكيد ما حيكون بكوست كليه ثانيه عم ناخذها من مريض ثاني واكيد ما حتكون قد كم جمعه الدياليسز يلي عم يتعرض له البيشنت اوفر سنين، فاجان جوابي هو على الفلتر فلتر مش على الكليه الاصطناعيه. طب هلا شو الوضع يعني اليوم قد ايه بعد بدنا وقت، في شو فينا نقول لمرضى الكلى قد ايه بعد بده وقت الشغل تا توصلوا انكم تحصلوا على هالحل يلي انتم ناطرينه؟ هلا نورمالي كل ابتكار طبي بيقطع بمراحل ان كان القصص السريريه الكلينيكال ستاديز وهالقصص، نحن وصلنا لاخر مرحله اللي هي الهيومن ترايل، وقت عملنا الانونسمنت عملناها بعد نجاح اول عمليه ولكن ستيل هيدي الستيج بتاخذ وقت، و نحن في عنا إذا بدك مشروعين حالياً موجودين، في الستادي اللي كنا أوريدي ماشيين فيها وفي بلان تاني إنه يتسرع هالموضوع ثرو هوبفلي كونترا إن شاء الله عم نمضيها مع أحد الدول العربية على أمل إنه يقشع النور قريباً، وهذا الشيء إن شاء الله حيسرع البروسس. هذا الشيء رح يصير لكل العالم مش بس للبنان يعني تنوضح، لأنه هذا الاختراع لعالمي مش بس أكيد هو لبنان. اختراع عالمي أصلاً، نحن كنا عم نشتغله مع دولة منا عربية لبنان. يعني إنيشيلي بس أكيد حيكون تركيزنا بس يكون البرودكت صار ريدي انه يكون في اولويه للبنان والدول العربيه. طبيعي في اليوم تعاون مع وزاره الصحه اللبنانيه، هل في دعم لكم اليوم كاطباء لبنانيه عم بتقوموا بهالابتكار؟ نحن اساسا ما اشتغلنا البروجكت بلبنان، ما في كوميونيكيشن بينا وبين وزاره الصحه لانه اصلا اشتغلنا البروجكت برات البلد. وبحال يعني خلص هالبروسس وعملتوا العمليه ونجحت، كيف رح يصير التعاون كرمال يستفيدوا اللبنانيين؟ نحن زرنا وزير الصحه بس لما خلصنا اول هيومن ترايل، اكيد كان كثير ويلكمينج للموضوع وناطرنا ليصير البرودكت ريدي على اساس نقدر نلاقي تعاون بيننا وبين وزاره الصحه. يعني عم نحكي اليوم عن هالاختراع، رح نشوف صورة وتعلق عليها تتفسري لنا أكثر عن التفاصيل، رح يساعد مرضى الكلى أنه ما بقى يغسلوا كلاوي، ما بقى ياخدوا أدوية وما يكونوا ناطرين حدا متبرع يعطيهم هالكلية، إنما رح يمكن بعملية كتير بسيطة رح يصير عندهم كلية خاصة لقلهم وللأبد، ما أنهم مضطرين يرجعوا يعملوا مانتنانس. صح؟ صح. اليوم هيدا هي الصورة. اول بارت اللي عم نشوفه يلي هو البوكس الكبير هو البارت اللي اوريدي موجود يلي اوريدي معمول، بينما التيوب الطويل هو هيدا الفلتر اللي نحن عملناه، والبارت الاصفر اللي عم نشوفه بالنص هو اذا بدك الدم يلي عم يمرق بقلبه وايفنتشلي اذا بتلاحظي عم يصير بيتحول ليصير بول ليظهر برات الجسم، بينما البارت يلي هيك طالع تيوب صغير تحت احمر بالاخر هيدا الدم اللي بيرجع بيسترجعه التيوب على قلب الجسم. سو اتس ا سيلندريكال فورم بقلبه بيقطع الالكترولايتس، هون بهيدا التيوب بيصير في عنا الاكسشينج بين الجسم وبين برا، يعني بيصير كل شيء سموم بتفوت على قلب الكلوي لحتى يظهرها بشكل بول، بينما القصص المنيحه الالكترولايتس الدم المي هو اللي كلهم بيرجع بيسترجعون على قلب الجسم. هيدا هو الفلتر يلي عنا. الخلايا يلي نحن زرعناهم اللي مأخوذين من كلية سليمة هن الخلايا اللي لونهم بالأسود والأبيض مغلفين بهيدا الشيء الزهر يلي هن خلايا مأخوذين من المريض نفسه يلي هن بيضمنوا سلامة الخلايا اللي تحت إنه ما يتعرض لهم جهاز المناعة. وهيدا الطبقة الزرقاء هي الطبقة اللي نحن زرعناهم عليها يلي بتحميهم من البريشر من ما يتكسر هيدا الطبقة وتضلها سليمة. فهذا هو شكل البايو رياكتر SS156. اليوم كل مريض رح يقدم يمكن طلب بتاخذوا منه هالخلايا وبتعملوا له فلتر خاص فيه وبترجع بتصير عملية الزرع؟ يس، هي بدها تكون كاستمايزد، يعني هوبفلي البلان لبعدين يكون في مختبر بقلب كل بلد بده يشتغل الموضوع، حيلا بيشنت بده كلية بده يتاخذ خلايا معينة منه لنقدر نشتغل
هيدا البايو رياكتر لانه هو حيكون كاستومايز يعني الفلتر لهيدا الشخص غير الشخص الثاني. بينما الخلايا يلي بقلبه خلايا الكليه هن حيكونوا ماخوذين من متبرع. ولكن هون البريك ثرو الكبيره كانت انه هيدي الكليه اللي عم ناخذها من متبرع مش حتعمل لي بس بيشنت واحد، رح تعمل لي اب ل 90 مريض. هيدي بقلب إذا هيك كبرنا بقلب الفلتر. هون منشوف كيف عملية الإكسشينجينج عم بتصير للكرياتين للإتش بلس للبوتاسيوم، كيف عم بتصير بين جوا وبرا. بالأحمر برا هن القصص اللي عم بيرجع بيسترجعون الدم، عم تسترجعون الكلوي على قلب الجسم بدم، بينما الأصفر اللي جوا هو اللي عم بيطلعون هيدا الفلتر برات الجسم. ومبين هون عنا إذا بتشوفي الطبقات الثلاثة، طبعا هو شكلهم سيلندر بس نحن أخدين كروس ساكشن لنقدر نشوف شو في بقلبه. فالخلايا الأسود والبيض هن خلايا كلية طبيعية مأخودين من جسم غير جسم المريض، هن عم بيقوموا بهيدي الوظيفة محاطين بالخلايا الزهرية اللي هن تبع جسم المريض. وإذا شايفي هيدا الأزرق عنده فتحات صغار من هون عم يقدر يقطع فيهم المولكيولز الصغيره، والمولكيولز الكبار اللي مبينين تحت بالازرق مثل خلايا الدم الحمراء وهول فتحته هن اكبر من الفتحات اللي موجودين بالازرق فما بيقدروا يقطعوا. فهيدا الشيء اللي بيمنع الدم انه يفوت على قلب التيوب او حتى بيمنع الخلايا الكبيره تبع جهاز المناعه حتى انها تفوت لجوا. يعني شو هاللبنانيين يلي هيك قلبنا بيكبر فيكم وبتعطونا امل، شو هالاطباء يلي بتنرفع لهم القبعه يلي قاموا بهالابتكار ويلي عم بيعطوا امل لمرضى الكلى ناطرين لانه فعلا تعبوا من امراضهم ومن هالبروسيجر يلي بيقوموا فيها تيقدروا يكملوا حياتهم طبيعيه. خبرينا عن فريق اللبناني يلي كان عم بيشتغل على هالابتكار. صراحة فريقنا كان كتير صغير، هو مؤلف من 3 أشخاص. نوجهلهم تحية لأنه فعلا يعني شغل رائع. يس. هو عبارة عن أنا ومعي حدا بالبيوتكنولوجي ومعنا المهندس سامي داغر يلي هو قاد المشروع إذا بدك صوب وزارة الصحة الصحي تعاملنا معهم بالفترة اللي بلشنا فيها من أكثر من 5 سنين لورا. دكتور مروة، اليوم شو شعورك انه انت امرأة اليوم يوم العالمي للمرأة ولبنانية عم بتقوم بهالابتكار عم بيساعد اكثر من 850 مليون شخص مريض حول العالم، مريض كلى حول العالم؟ بتعرفي بفترة سألتني بنتي قالت لي ماما انه انا كنت عم بقرا انه صار لهم 13 سنة عم بجربوا يشتغلوا على هذا البروجكت، انه كيف انت قدرتي تشوفي انه شو لازم تعملي هون اكزاكتلي؟ قلت لها بتعرفي يمكن كأم وكامرأة أو كأم من بعدها كنت شوف هالخلايا كأنهم أولاد ما بدك إياهم ينعمل لهم أتاك. فهيدي يمكن عاطفة الأمومة لعبت دور هون تلاقي هيدي الإسكيب تبع الموضوع أنه كيف بدي حاوط هالخلايا بطريقة أقدر أحميهم لما يقدر يتعرض لهم جهاز المناعة. عشان هيك المرأة قدرت تحمي. فهيدي تعقيبا على خبرية المرأة. أكيد أنا فخورة أنه أنا لبنانية قدرت نعمل هيدا الشيء. بعتقد المقولة اللي بتقول pressure makes diamond مثل ما بيقولوا يعني حصدت at the end. معروفين نحن بلبنان قد ما في مشاكل وضغوطات وصعوبات دائما بنطلع بحل. دفنتلي يمكن معودين صرنا على الزعل اكثر من البسط، بس هيك دائما يمكن من الحزن الواحد بصير عنده برودكتيفيتي اكثر، قادر يقدم اكثر، قادر يشوف قصص ليلاقي لها حل من اوجاع الناس اللي حواليك، من العالم اللي بتشوفيهم. مثل ما قلتي من شوي لما بتشوفي ايديهم من الدياليز شو عم بيصير فيهم، الحاله المرضيه اللي هن وكلنا يعني كلنا عنا ببيت اتليست بنعرف ناس عندهم هالمشاكل، سبيشلي مشاكل الكلوي اللي هي تعتبر اكثر المشاكل اللي حتى موجودة. بتضني وزارات الصحه بالعالم. وهيدا الامل اليوم انه انتم ما تفرجتوا عليهم انما عم بتلاقوا حلول. شو رسالتك وهيك ما بعرف كلمه بدك تقوليها بالختام باليوم العالمي للمراه، كونك امراه عندك نجاحات بحياتك الشخصيه والعمليه وبهالابتكار يلي رح يغير حياه ملايين من الناس، شو بتقولي لكل امراه عم تحضرك بالختام فاقده الامل يمكن بلبنان وبظل هالظروف؟ ريم انا بعتقد اول شغله انه نحن thankfully القيود الخارجيه تبع المجتمع انكسرت، صار وقت نكسر القيود الداخليه، نامن بحالنا. كل مره هي كثير productive وقادره تعطي بس بده يكون عندها ايمان اقوى بحالها لحتى هيك تحول هالضوء لامل ولبروجكت حلو.
ومن هالعتمة ومن هالأوجاع قادرين نبتكر نور. وبدنا نقول لك شكرا لحضورك معنا لهالأمل الحلو يلي اعطيتينا اياه بالامرأة اللبنانية بالبعض الطب اللبناني وبهالشباب اللبنانيين يلي دائما ما بيطلعوا على الوجع مثل ما قلنا إلا ما بيلاقوا حلول. مشاهدينا لهون بنوصل لختام فقرتنا، ملتقانا بيتجدد الأسبوع اللي جاي من هلأ لوقتها. ما تنسوا دايما في أمل.